لكن خلينا نروح نطمن على اخبار الطقس. وامبارح شفنا حاله من سقوط الامطار على بعض المحافظات، فالناس افتكرت انه موضوع المطر هيكمل معانا اليومين الجايين. خلينا نعرف الحقيقه فين وايه اللي هيحصل اليومين الجايين في مساله الجو والمطره مكمله ولا لا على القاهره والجيزه وكمان باقي المحافظات، هيكون في امطار ولا لا. هو ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي من دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات الجويه بالهيئه العامه للارصاد، موجود معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا دكتور محمود، لو تطمنا على حاله الجو وبالتحديد موضوع الامطار، هل مكمله معانا في القاهره والجيزه وباقي المحافظات ولا الوضع هيكون عامل ازاي؟ طبعا خير اسلم على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. طبعا النهارده الاجواء بتستقر بشكل كبير على اغلب المحافظات بما فيهم طبعا القاهره ومحافظات الوجه البحري، وبتنحصر فرص سقوط الامطار على السواحل الشماليه وشمال الدلتا، لكنها امطار من خفيفه الى متوسطه غير مؤثره على كافه الانشطه اليوميه. هتعود درجات الحراره الى معدلاتها الطبيعيه، وهتهدأ سرعات الرياح وارتفاعات الامواج بشكل كبير، واستقرار في الاحوال الجويه على الاقل لمده 72 ساعه. طيب امتى نشهد تحسن في الطقس؟ يعني احنا بقى لنا فتره كبيره قوي في البرد ده. هو حضرتك طبعا واضح ان التحسن هيبدا الايام الجايه، ترتفع فيها درجه الحراره على القاهره خلال ساعات النهار ما بين 19 و20 درجه، وفترات الليل ما بين 11 و12 درجه مئويه. خلاص يعني شهر يناير الحمد لله انتهى، وشهر فبراير بتبقى فيه بعض الموجات البارده او شديده البروده، انما باقي الشهر ان شاء الله حتى نهايه فصل الشتاء اجواء ودرجات الحراره تكون حول المعدلات الطبيعيه. طيب يا دكتور، المفروض انه شهر طوبة يخلص يوم الاثنين اللي جاي وامشير يبتدي يوم الثلاث، والمصريين دايما بيخافوا من امشير رغم انه المفروض ان الجو بيتحسن فيه. هو درجات الحراره بتتحسن، ولكن احيانا ما تصاحب بعض المنطقات الجويه حالات من عدم الاستقرار ونشاط الرياح المثيره للاتربه، ولكن حتى الان ما فيش اي من هذه المنخفضات ممكن ياثر علينا خلال الست سبعة ايام القادمين. طيب هل في تنسيق بينكم وبين المحافظات المختلفه عشان وقت سقوط الامطار مثلا نتوقع الاماكن اللي هيكون فيها امطار يكون فيها تجمعات امطار عشان يكون في تصرف سريع؟ طبعا يا فندم، غرفه الازمات اللي موجوده داخل الهيئه الارصاد الجويه على التنسيق كامل مع غرفه الازمات في مجلس الوزراء، وبالاضافه الى غرف الازمات اللي موجوده في كافه المحافظات اللي تكون معنيه بسقوط امطار او حالات عدم استقرار. يعني دكتور محمود، في ادوات جديده للتعامل مع حاله الطقس اللي شويه مش بتاعنا ده داخل الهيئه؟ وده اللي الهيئه فعلا عاكفت عليه يا فندم. احنا عندنا رادار طقس داخل الهيئه كتير، وعندنا صور اقمار صناعيه بتدي صوره للغلاف الجوي دلوقتي كل ربع ساعه، وفي اقمار صناعيه بتدي صوره كل خمس دقائق بتخلينا نتابع بشكل كبير جدا حالات عدم الاستقرار، بنتابعها مع كافه المحافظات. عظيم دكتور محمود شاهين، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم.